ضارعه الوطن بأي صورة من الصور. مصر هي البلد الوحيد اللي شكلها على الخريطة تقريبا مربعة 1000 كيلومتر في 1000 كيلومتر، ضلع البحر الأبيض المتوسط، ضلع قناة السويس والبحر الأحمر، والضلعين التانيين صحراء، كانها مرسومة، لوحة مرسومة. مصر هي الوطن الوحيد الذي لم ينقسم ولم يندمج، هكذا قال الدكتور جمال حمدان أستاذ الجغرافيا المشهور. مصر يسير فيها نهر النيل بعد أن قطع رحلة طولها آلاف الكيلومترات في 9 دول قبلنا، ويوصل عندنا في مصر يمشي في وسط البلد، ونيجي احنا المصريين نسكن حواليه. احنا ساكنين على مساحة تقريبا 8% من مساحة الأرض. ليه؟ لسبب بسيط جدا، مصر قائمة على هذه الثلاثة: الإنسان والأرض والنهر. ولغاية النهاردة انتوا كشباب او اي واحد نقابله عايز يظهر الوجاهة الاجتماعية يقول لك انا عندي شقة على النيل. ولغاية النهاردة الواحد يفرح بمجرد رؤية النيل، لا نشعر ان منه حياة. بس ايه فايدة المعلومات اللي هي انها مربعة الشكل ونهر النيل في الوسط؟ ايه الفايدة؟ مربعة الشكل أن الإنسان المصري له نظرة متساوية شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، النظرة الاعتدالية. والأمر الأهم أن نهر النيل اللي في وسط البلاد يجري ونسكن حوله، أن نهر النيل ده بنشرب منه حاجتين، نشرب منه المية ونشرب منه الاعتدالية. الطبيعة المصرية عبر تاريخها طبيعة معتدلة، ومن أشهر الكلمات المشهورة في المجتمع المصري والتقاليد المصرية لما اتنين يختلفوا مع بعض يجي واحد تالت يطبطب عليه ويقول له ايه؟ المسامح كريم. مش كده برضه؟ المسامح كريم. التعابير البسيطة دي بتنم على الشخصية المصرية. لما يحصل نوع من الاختلاف ما بين واحد والتاني تلاقي الإنسان المصري يسرع إلى هذا الصور، حتى لو كان في الشارع. إيه الحكاية يا عم؟ قال لي أنا وخطيبتي زمان اللي هي مراته دلوقتي لما اتجوزنا قلت لها أنت بتحلمي بإيه؟ قالت له أنا بحلم إن أنا أزور الصين. ورحت سألها نفس السؤال، وانت بتحلم بايه؟ قال لها انا بحلم ازور مصر. فقعدوا طول عمرهم يحوشوا، وكان اقتربوا من سن 60، عشان يحوشوا لما يطلعوا المعاش يعملوا رحله طويله الى مصر والى الصين. غنيه مهد الحضارات. بلادنا غنيه. بلادنا عظيمه. انا لا اقول هذا من مجرد يعني شعارات، ده الواقع. الواقع. ولما هتروحوا تزوروا بلاد او زرتوا بلاد هنعجب بحاجات، شيء طبيعي، كل بلد لها سمات، لكن مصر لها وضعيه خاصه تماما. ده اللي